السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نمشيو نشوفوا القنطره ديال شارع 10 مارس، يعني القنطره ديال مقبره الشهداء. يعني هذا هو الترامو اللي تيمشي له، هو اللي تيمشي لحديقه الدول العربيه، يعني حديقه جامعه الدول العربيه. راه تيبقى غادي وتيدوز على القنطره. كما تشوفوا حنا وصلنا لهذه الدخله ديال الرباط، هي القنطره فين هي. يعني هذا شارع 10 مارس، المقبرة ديال الشهداء الله يغفر لنا ولهم. حنا نحاولوا نتسناو الترامواي يدوز باش نوريوكم كيفاش يدوز، كيفاش تبان القنطرة منين تيدوز. في الليل بانت لي واحد الخطرة، كنت غادي مع الصباح وكانت باقا الظلمة تيشعل فيها الضوء، لكن ما عمري ما جيت لها مع الليل. مع الليل تقريبا مع هاديك الشعود ديال الليل تبدات تشعلوا فيها الضوء، يعني تيولي فيها واحد المنظر واعر. راه وقيلا فيها البوليس، دايما تيكون فيها البوليس. راه كاينين جوج قنطرات، كاين هادي وكاين الاخر. نتمنوا يدوز شي طرامواي بالزربة باش نبينو ليكم كيفاش يبان هداك الشي. الشي راه فين كاين واحد البوست، وقيلا من تما تيشعلوا الضوء. هو الترامواي يلاه جا تعطل. شوف شوف كيفاش يدوز، يعني تما تينقص من السرعة حيت القنطرة. شحال تسنينا هنايا في القنطرة، راه يمكن لك تطلع، يمكن لك تطلع هنايا في القنطرة. انا مديرين واحد المسلك. ترى ضرب الفران على واحد المرأة، تنصحب انا وقع شي حاجة ديال الضو. شو دابا بنادم ما تينتابهش، مازال تراموي راه واخا هكاك راه تيمشي بسرعة قليلة، يعني المرأة منتابهاش وقطعات. على هذا حنايا من جهتنا خاصنا نوعيو الناس، خاص الواحد ديما يرد البال، الانسان يحاول يبعد من الترامواي من يكون باغا يقطع يرد البال. ترى عرفتي باش ضرب فران راه الضو طرطق. انا تنصحاب وقيلا اسكت. وهنايا بالنسبه لهاد القنطره راه عاطين الناس يمكن لهم يمشيو في هاد المسار هذا، حيت هنايا لوطوروت ما يمكنش لك كاينش لك زعما تقطع من هنا، حيت غادي ديرونجي الناس اللي جايين في الطريق تيمشيو شويه بسرعه. ايوا هادشي اللي كاين، بغينا نوضحوا لكم هاد القنطره كي ولات وكي تيدوز منها الترامواي. شو هذاك المشكل على عينيكم، يعني كما تنقولوا
باش ننبهوا الناس، يعني الناس خاصكم تردوا البير. الطراموي دابا خدم راه مقاس سكه خاوي، يعني راه كنتي شحال هذا تتقطع ماشي مشكل، اما دابا ديما رد البال. هو في هاد البلاصه راه تيمشي بسرعه شوي، ورغم ذلك انه راه فران عليها. ايوا الله يجيب، الله يدير تاويل ديال الخير، اللهم يسر والله يعاون.